في قصة الأندلس نتحدث عن الفردوس المفقود، بنتكلم عن منتج ثقافي وعن رصيد حضاري للأمة الإسلامية. لابد أن نطوف حول تاريخ الأندلس وأن نعيش مع تاريخ الأندلس. دراسة التاريخ لها هدف ولها غاية، هي أصل أصيل من فنون الشريعة الإسلامية. تقريبا ما يقرب من ثلث القرآن الكريم عبارة عن قصص تاريخية. نعيش مع الحالتين السياسية والحضارية للمسلمين في بلاد الأندلس. في قصة الأندلس نعيش مع قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة، وهي آخر المدن التي سقطت من أيدي المسلمين. قصة الأندلس مع الدكتور زين العابدين كامل. هذا البرنامج تشاهدونه في الأوقات التالية. محكم الآيات يحلو الزمان بنور فضلكم، وكم تحلو بفعل الصالحات حياة.